السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياد بدر. راح نشوف المحاضرة هذه ايش راح نستخدم. Animation Constraint، Link Constraint، راح نشوف خاصية Link Constraint وفي ايش استخداماتها. لو احنا جينا بكل بساطة عملنا بوكس هنا، وعملنا كمان واحد تاني، هاي كوبي، وعملت سفير. نحطها واقفة على البوكس تقريبا هيك شغلة. بدي استخدم البوكس اللي عندي انا، او افترض انه هدول ناقلات او ما شابه، واستخدم البوكس عشان ينقل لي السفير من منطقة لمنطقة. راح استخدم البوكس عشان ينقل السفير من منطقة لمنطقة. نيجي نعلم على الجسم تبعنا، Animation Constraint Link Constraint، واختار انه السفير هذه مرتبطة بالبوكس اللي عندي، وفتحت عندي القائمة هذه. راح يجي كالآتي، مش راح نعمل الطباق مباشر، راح يبقى في عندي اوتو كي. راح احرك الزمن، نفترض مثلا عند 30 راح ينتقل البوكس الاولاني عند البوكس الثاني. في اللحظة هذه راح ينتقل الصلاحية، خلينا نعلم على البوكس، راح تنتقل، نعمل له هذا اد لينك، والاوتو كي شغال اد لينك، ونحط اشر على الجسم الثاني. تلقائيا انتقلت تبعية الجسم اللي السفير عندي للبوكس الثاني. اعلم على البوكس الثاني ونحط له هنا بوزيشن، على افتراض بوزيشن كونسترينت، ونيجي بعد هيك اذا احنا عايزين نحركه. وراح نلاحظ انه البوكس الاولاني نقل لي السفير، ما صبتش ما لعبتش في السفير، البوكس الثاني حرك لي. يا ريت لو في المنطقة هذه انا مسكت السفير تبعتي وعملت هنا اوتو كي بوزيشن، اسف انا بوزيشن، وهي البوزيشن هاند تكة صغيرة بس، واروح وانا محركها عشان تيجي على السفير على البوكس الثاني، وانتهت الموضوع. خلينا نشوف هاي البوكس اللي عندي او السفير منقول على البوكس الاولاني، انتقلت على البوكس الثاني ونطت عليه ومشيت. اذا انا هذا راح استخدم اللينك عشان اربط جسم بجسم ثاني مؤقتا، وبعديها راح يكمل عند جسم ثاني. هذا المثال مشهور جدا اذا احنا جينا نستخدم الذراع او ما شابه. اذا انا عايز، احنا في قبل هيك اخذنا الذراع هذا، بس اخذناه عملنا حيله غير اللينك، عملنا خامات وخفينا جسم واظهرنا جسم وما شابه. لكن في الحاله تبعتي هذا، اذا انا عايز استخدم اللينك، راح اعلم على الجسم تبعي في البدايه، ونروح على Animation Constraint لينك كونسترينت، واربطه في الارضيه تبعته، اربطه في الارضيه. طيب عشان انا اتاكد، خليني في البدايه اجعل الاجسام كلها اللي عندي، ونحط اوتو كي وبوزيشن. انا لو حركته ندفع، طيب هو لحاله راح يحط البوزيشن اللي انا عايزه او الدوران، اسف. راح اجي اعمل دوران، احاول اوجه الجسم تبعي. لو هذا عملنا له دوران هيك شكل، طبعا انا عامله هذا بسيط مش حاط عليه قيود. نحاول الذراع تلتقط،
فيو، خلينا نشوف لوكال. هي المفروض ينزل درجة هيك كتير. اوكي، في اللحظة هذه انا عندي الذراع موجود هيتحرك. في اللحظة هذه انا راح اجي اعلم على الجسم تبعي واعمل اد لينك واربطه في الذراع، والذراع بعدين نفترض انه راح يجي يتحرك اي آلية هو عايزها. لو انا اجيت على الذراع عند هذا اي زمن، نيجي نعمل دوران، يعني بهيك شكل راح نلاحظ انه وكأنه التقطها. اجى الذراع مسك الجسم تبعي التقطه ورفع. لو انا عايز اياه يحطه في منطقة تانية راح اجي اكمل، خليه يكمل دوران. ونوجهه، حاول نخليه يحطه على الأرضية اللي عندي. يعني تقريبا لا، في مسافة. ماشي، نفترض اشي زي هيك. في اللحظة هذه راح اجي على الجسم تبعي واقول له كمان اد لينك جديد اللي هي الارضية اللي عندي. لقيت انفصل عن الجسم تبعي وصار تابع للارضية. اجي اخر اشي امسك الذراع تبعتي افصلها عن، هات نشوف. وكأنه إجا الذراع نقلها من مكان حطها في مكان تاني باستخدام اللينك. كل ما بدي احدد هو تابع لأنه جسم بعمل اد لينك وبحط الجسم من اول وجديد، اد لينك وبحط الجسم تلقائيا مع التحريك والانيميشن. تلقائيا هو بحدد التبعية او تبعية الجسم هذا لأنه اوبجكت موجود عندي. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.